بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء بالفرقة الثانية شعبة نظم معلومات إدارية، كل عام وأنتم بخير. اتكلمنا مع بعض في منهج الإحصاء، اتكلمنا على الفصل الأولاني طرق عرض البيانات، والفصل الثاني مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت، ودرسنا بعد كده معامل الارتباط، ودرسنا نموذج الانحدار، وخدنا السلاسل الزمنية، وبعد كده كلمنا عن الأرقام القياسية. ده اللي احنا شرحناه مع بعض في منهج الإحصاء. طبعا بالنسبة للامتحان بتاعنا هيكون الامتحان ورقتين، ورقة عبارة عن امتحان أعمال سنة هتكتب فيها اسمك في خانة لاسمك وخانة رقم جلوسك، وهتحل في نفس الورقة، والامتحان هيكون عبارة عن صح وغلط واختياري وسؤال مقالي. طبعا بالنسبة للورقة التانية هيكون الامتحان هتكون ورقة الامتحان النهائي اللي انت هتحلها في ورقة الإجابة، هتكون عبارة عن سؤال اختياري وسؤال مقالي. السؤال الاختياري زي ما عرضت عليك نماذج كده في المراجعات الأخيرة، شكل السؤال الاختياري ازاي، تذاكر الحاجات دي. الأسئلة المقالية طبعا حلينا مع بعض مسائل في المحاضرة وما كنا بنحضر مباشر مع بعض، وأيضا حلينا مع بعض مسائل في المحاضرات الأونلاين. كل المسائل دي مطلوبة منك إنك أنت تكون مذاكرها، وإن شاء الله الامتحان ما يخرجش عن هذا الكلام ويكون سهل بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تنجحهم، ونشوفكم السنة الجاية إن شاء الله على خير، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.